واحد معتقل أو سجين رأي بالعراق. آخر معتقل أو سجين رأي بالعراق هو زميلنا وأخونا وصديقنا الدكتور علي الدبحاوي. صار له 5 أيام ويا اليوم صار 5 أيام. 5 أيام. تعرف عنه شيء أنت؟ لا والله يقولون بدون أمر قضائي. حسب نعم أنا تواصلت ويا يعني ويا المعنيين على كل. لا هناك ودكتور محمد نعناع أيضا لولا موقف رئيس الوزراء هم كان يجوز يعني كان موقف رئيس هو السجن طبعا السجن وأخرى صراحة. شوف استاذ أحمد طبعا نحن لا نشك أن حرية التعبير لحد هذه اللحظة في العراق هي نموذجية قياسا بالدول اللي حولنا. جيد. لكن هذا مثل فد واحد يقارن أعور بين العميان. احنا ما لازم نقارن نفسنا مع العميان، احنا لازم نقارن نفسنا مع المفتحين على اعتبار احنا نظام ديمقراطي تعددية دستوري زين. قانوني فدرالي وإلى غير ذلك. والديمقراطية عادة مصداقها الأول هو حرية التعبير. أي. فإذا أكو حرية التعبير يعني أكو ديمقراطية، ما أكو حرية التعبير يعني ما أكو ديمقراطية. زين. وحرية التعبير نوعين أستاذ أحمد. أكو حرية التعبير مدح السلطة. هذا عنده حرية التعبير يمدح السلطة 24 ساعة ما بيها شيء حقق مثل ما تفضل الأستاذ حسين حقق قناعاته هذا من حقه أحسنت هذا من حقه لكن أكو النوع الثاني حرية التعبير هو نقد السلطة. إيش عجب حرية التعبير في مدح السلطة فل لكن حرية التعبير في نقد السلطة مراقبة. ليش؟ لا مو مراقبة تتعرض للتهديد مو بس مراقبة